لول دواجي من دفاع تجنات، بالإضافة إلى بالخير عبد النور من جانب شبيبة الثورة بمباراة واحدة وغرامة مالية ب30,000 دينار لكل لاعب. وللحديث أكثر عن عقوبة رئيس نادي سريع غليزان نربط مباشرة به الاتصال. أهلا بك سيد عزيز جلالي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بك. كيفكم دايرين لاباس؟ الحمد لله. إذا سيدي، بداية، ما هي الأسباب أو أسباب منعكم من مزاولة أي نشاط إلى غاية مطولكم أمام لجنة الانضباط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السبب الوحيد هو الظلم التحكيمي الذي تعرض له فريقي في مباراة الأخيرة مع مول طهران، مع الحكم اللقاء السيد حداشي الذي اتركه مع ضميره ونقول لها حسبنا الله ونعم الوكيل، لاننا سرقت منا، انت سرقت منا الفوز، ماشي فريق تاع مولي طهران. تغاضى عن ضربتي جزاء واضحه بشهاده كل الكاميرات التلفزيون التي كانت حاضره، مع عدم، زيد عن ذلك عدم اجتسب الفريق مولي طهران هدف غير شرعي، لم يتجاوز خط المرمى. كل من تابع اللقاء راى بان الكره لم تتجاوز خط المرمى الا السيد حلالشي، كان له راي اخر وصعد واكتسب الهدف. ونقول له باللي ان فريق مولي طهران ما كانش بحاجه الى مساعده، لعبنا كنا مستحقين نفوز والسيد حلالشي اراد غير ذلك. نعم، وهل تم تحديد موعد لمطولك امام لجنه الانضباط؟ ان شاء الله بربي الاثنين، ان شاء الله غادي نكون اما لجنه الانضباط، وسادافع عن فريقي الى اخر دقيقه ونتقبل اي قرار جاء من الرابطه. بالنسبه للاجراءات التي ستقومون بها اثناء مطولكم امام اللجنه، هل ستقومون بالطعن في هذا القرار؟ طعنا في الحكم وطعنا في القرار، وعندنا ادله باللي كاين ضربتي جزاء واضحه وضوح الشمس، الا ان السيد حلالشي تغاضى عنها، وعندنا ان شاء الله بربي عندنا باش ندافعوا على الفريق تاعنا، وان شاء الله بربي ما يزيدوش هذا الشغل. اصبحنا نخافوا من التحكيم، لانه شغل بعض الحكام ولاو يديروا قرارات تضر بالفرق بزاف، كي سيرتو احنا في الفريق تاعي تعرض الى حغرة مع وفاق السيف، علينا ضربه جزاء فني لوفاق السيف غير شرعيه، وجدت اليوم مع مول طهران نقدر نقولوا كفانا، بل احنا سريع غليزان بالفعل سعد في الاونه الاخيره، بصح ما يشوفونا رانا الحمد لله اللي يقيمونا ويديرونا على حساب الفرق كما مول طهران كما سريع غليزان كما اي فرق. نعم سيدي، ما رايك في توالي العقوبات على رؤساء الانديه من قبل الرابطه المحترفه؟ هل بسبب التصرفات او لاشياء اخرى؟ لا، من حق الرابطه دير العقوبات، بصح تدرس كل رئيس وش السبب اللي دفعته باش يدفع يروح الحاكم. انا بالفعل ذهبت الى الحاكم ودافعت عن فريقي، قلت له حسبي ما هذا، ما قلت له، قلت له حسبي الله ونعم الوكيل، وتبقى الرابطه هي صاحبه القرار، وان شاء الله ما يكون خير ان شاء الله. شكرا لك، شكرا جزيلا لك سيد عزي جلالي رئيس نادي سريع غليزان. إذن مشاهدينا، هذا وقررت نفس الهيئة تأجيل مواجهة مولودية الجزائر أمام